الأهلي تجاه واحد من نجوم الكرة المصرية هو الكابتن نادر السيد. الكابتن نادر السيد نجم الكرة المصرية وحارس مرمى منتخب مصر وصاحب عدد كبير من البطولات سواء مع نادي الزمالك أو المنتخب الوطني، كان متواجد معانا هنا وروى معاناته مع النادي الأهلي وما حدث ليه مع النادي الأهلي، واتكلم بمصداقية واتكلم بصراحة شديدة. طبعا الكابتن أشرف ممدوح انفرد باستضافة الكابتن أحمد ناجي ثم مداخلة للكابتن لمانويل جوزيه، ولكن التصريحات اللي صدرت من مانويل جوزيه في النهاية من الناحية الإعلامية أشرف ممدوح تعامل معها بشكل مهني محترم، ولكن التصريحات اللي صدرت من مانويل جوزيه أساءت أبدى عدد كبير من سواء الخبراء أو المسؤولين أو الناس في الوسط الرياضي استياءهم من تصريحات مانويل جوزيه تجاه واحد من نجوم الكرة المصرية واللي ليهم تاريخ كبير هو الكابتن نادر السيد. كابتن نادر برحب بيك. استاذ اسلام تحياتي ليك طبعا، يعني زي ما انت ذكرت وقلت بس هو انا بس اضيف اضافه بسيطه. انا لما اتكلمت ما عبرتش عن المعاناه مع النادي الاهلي او في النادي الاهلي، لان انا ما كانش عندي معاناه مع النادي الاهلي خالص، لان النادي الاهلي كيانه اكبر بكتير جدا من مانويل جوزيه او من احمد ناجي. ما كانش عندي اي معاناه مع الجماهير، وكان في احترام متبادل ما بيني وبينهم، وكانوا مقدرين جدا موقفي مع الفريق رغم ان انا وانا رايح كنت انا الحارس رقم واحد منتخب مصر. ولا كان عندي معاناه مع اي حد في النادي الاهلي فيما عدا مدرب حراسه المرمى اللي هو احمد ناجي ومانويل جوزيه اللي هو المدرب. ده للتوضيح عشان ما نخلطش الامور. طيب كابتن نادر، هو قال ان انت كنت بمثابه سم في الاهلي او في فريق الاهلي، ده كلام مانويل جوزيه؟ هو فعلا كلامه حقيقي فعلا، لان بدليل الاحترام الكبير المتبادل ما بينه وبين اللاعبين الصغيرين والكبار، ما بين الاحترام المتبادل ما بينه وبين الجماهير وتقديرهم للموقف اللي انا عملته، ما بينه وما بين الاداره اللي قدرت جدا واحترمت جدا موقفي مع الفريق رغم الوعود ان انا هيكون ليا مكانه ثانيه مع الفريق. ان المكانه اللي انا الحقيقه طبعا مشكورين مجلس الاداره ان انا دخلت السلك الاعلامي او الاعلام عن طريق قناه الاهلي من خلال كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب، فاعتقد ده كان اكبر دليل على ان فعلا كلام مانويل جوزيه صح، ان انا كنت سن، لان لو انا فعلا زي ما هو بيقول 20 سنه في كره القدم ما كانش عندي اي مشكله مع اي حد. وبعدين هو استشهد بالحقيقة لما انا قلت ممكن يكون اللفظ كان قاسي ان هو على مانويل جوزيه، ان انا قلت ان هو قل الادب، انا قلت كان مدرب، انا كل كلامي حتى كلامي على احمد ناجي كلامي كمدرب، لان انا احترم ان كل واحد فينا كانسان عنده حياته وعنده اسرته وعنده اولاده. فلما بتلاقي بالظبط ما تيجي اسلام صادق تقول نادر السيد ده حارس مرمى مش كويس او حارس مرمى غير جيد، انما ما بتكلمش على شخصي، وانا بتكلم على مانويل جوزيه بتكلم عليه كمدرب. طيب كابتن نادر، هو الكلام ان وبرضه الكابتن احمد ناجي قال دوت ان ليه ما نادر السيد ما طلعش قبل كده وقال، وما طلعش وقت النادي الاهلي وقت ما كان في النادي الاهلي وقال، بالعكس ده يتحسب ليه، وان هو كان بيشيد قبل كده باحمد ناجي وبعد كده دلوقتي كان بيقول؟ لا انا ما اشدتش خالص باحمد ناجي الحقيقه، عشان برضه هو بيتكلم كلام انا ما اشدتش خالص باحمد ناجي، انما اللي انا عايز اقوله ان ده يتحسب ليا. كل وقت استاذ اسلام وليه اسراره وليه تاريخه، بدليل ان احنا لما بنيجي نتكلم على التاريخ بنتكلم على حاجات من 100 سنه ومن 50 سنه ومن 60 سنه ومن 70 سنه، ما بنقولش ليه الكلام ده ما طلعش في وقتها. لان انا احتراما وما زلت بحترم النادي الاهلي، امتى الكلام ده طلع؟ الكلام ده طلع يعني بمحض الصدفه في لقاء ما كانش متحضر ليه ابدا، وما طلعتش انا في الجرايد هاجمت احمد ناجي او كشفت حقائق معينه، الموضوع جه بمحض الصدفه واحنا بنتكلم، ما كانش حتى مجهز ليه، ما كلمناش فيه. كان يتحاسب ليا ان انا بقالي 10 سنين احترم كل ما هو يرتبط بالنادي الاهلي. انا لما اتكلمت دلوقتي على احمد ناجي واللي كان بيعمله وان هو يعني سوق العلاقه
والصوره ما بينه وبين مانويل جوزيه، لان انا ما بلومش 100% مانويل جوزيه، لان حتى مانويل جوزيه وهو مع اشرف ممدوح بياكد كلامي ان هو بيقول ناجي كان موجود معاه كل يوم، ناجي كان بيشتغل معاه كل يوم، وناجي عارفه اكتر مني واكتر من ان انا عارفه، يعني كل الصوره اللي هي بتوصله من احمد ناجي قبل انا ما اروح حتى النادي الاهلي. وسر تاني اكشفه الحقيقه، قبل ما احمد ناجي يمسك حراسه المرمى في النادي الاهلي كانت علاقتي بعصام الحضري ما كانش فيها توتر. احنا مع بعض من سنه 95 لغايه انا سبت المنتخب، انا يعني هو بدا معانا في المنتخب بدات انا هو بدا معانا في 95 وبعد كده انا سبت المنتخب 2005 اول ما رحت الاهلي. العلاقه كانت علاقه جيده من 95 لغايه ما احمد ناجي مسك حراسه المرمى في النادي الاهلي. فلا ممكن عصام عنده بعض الاراء بعض التحفظات ايا كان، بس العلاقه ما توترتش اكتر الا لما احمد ناجي مسك حراسه المرمى في النادي الاهلي. اللي انا عايز اقوله يا استاذ اسلام ان كل وقت ليه اسراره وليه تاريخه. انا ليه ما قلتش الكلام ده ايام ما كنت في الاهلي؟ احتراما لجماهير الاهلي، احتراما لكيان الفريق، حفاظا على استقرار الفريق، وفي نفس الوقت ان انا قدوه ومثل لكثير جدا من اللاعبين الصغيرين اللي كان مانويل جوزيه بيستخدم انا موقفي انا مع الفريق تجاه اللعيبه الصغيره وكثير من المدربين، وده ليس فخرا انما دي حقيقه وواقع حصل. مانويل جوزيه كان مدرب النادي الاهلي لغايه 2010 2011. احمد ناجي اعتقد برضه كان موجود في النادي الاهلي لفتره طويله جدا مع مانويل جوزيه، فبالتالي ما كانش احتراما للنادي الاهلي، لان بيرتبط جوزيه واحمد ناجي بالنادي الاهلي طول ما هم موجودين في النادي الاهلي. الكلام ما يمسش النادي الاهلي من قريب او من بعيد، انما الكلام بيتكلم على اشخاص. انا بتكلم في زي ما انت قلت وذكرت في البرنامج، قلت ان انت بتشهد شهاده للتاريخ، ما ينفعش انت لو جيت دلوقتي اسلام صادق كصحفي وناقد رياضي وكده اتكلمت مثلا على ذكريات او يطلع كابتن مجدي عبد الغني ولا كابتن شوبير ويتكلم على احداث سلبيه او ايجابيه في كاس عالم 90، مش هتقول له ازاي انت بتقول الكلام ده دلوقتي ما قلتوش ليه سنه 90؟ معايا؟ لكل حدث حديث ولكل مقام المقال. انا لما اتكلمت دلوقتي انا بشهد شهاده للتاريخ اللي مش ممكن ابدا. ممكن احمد ناجي يتكلم وقال انا مصدوم، هو مصدوم فعلا ان في حقيقه، والحقيقه انا احتراما لنفسي واحتراما لكيان النادي الاهلي وقت ما كان موجود احمد ناجي موجود ما اتكلمتش فيها. ولا مانويل جوزيه معايا. فالموضوع مش ما بين نادي الاستاد والنادي الاهلي، الموضوع ما بين حقيقة اشخاص. انا بوضح اشخاص. الحقيقه انا اللوم والعتاب لا اعاتب قوي على مانويل جوزيه وردود افعاله السلبيه، وانا لما قلت ان هو الحقيقه بيتطاول وان هو انا يعني بعتذر عن اللفظ لشخصي، لان انا الحقيقه مش متعود ابدا ان انا ممكن اقول على اي كان واحد كبير او صغير ممكن اتهام او الفاظ معينه، انما فعلا هو كان بيتطاول وفعلا كان، وفي حقائق كثيره جدا مش عايز افسدها مع الصحافه مع الاعلام مع حتى مؤخرا مع مجلس اداره الاهلي مع مجلس اداره الزمالك مع بعض اللاعبين او لاعبين كتير كان بيتطاول بشكل في يعني شيء من عدم الادب مع لكل الاطراف اللي انا بتكلم فيها دي. انما بالنسبه لي انا شخصيا ممكن التمس للعذر لان هو ما كانش شايفني غير بعينين احمد ناجي وما كانش بيسمعني غير بعينين احمد ناجي وما كانش فانا بتكلم في حقيقه يا جماعه، انا ما بتكلمش على النادي. احمد ناجي ربط نفسه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من احمد ناجي. ما يقولش ما فيش مؤامرات في النادي الاهلي، ما فيش مؤامرات في النادي الاهلي، انما في بعض الاشخاص بيتامروا او بعض الاشخاص بيدافعوا عن شيء معين بيعتقد ان هو اللي صنعه. يعني انا بتكلم في اطار الكوره ما بتكلمش في اطار اخر، انما لما يجي يتكلم يقول انا عصام الحضري ده اول ما جيت الاهلي كان، عفوا مع احترامي الكامل لعصام وما قللش من شانه، وزي ما انا ذكرت وقلت ان هو من اعظم حراس مرمى في مصر، انه يقول انا عصام الحضري كان بالنسبه لي عربيه 28 ولا لادا وخليتها عربيه مرسيدس، يعني هو حتى دفاعه عن عصام الحضري مش دفاعه لكفاءه عصام الحضري قد ما هو بيعتقد. ودي مشكله، دي افه الحقيقه في الاسلام في الكره المصريه بشكل عام، ان كل مدرب بيعتقد ان هو اللي بيصنع اللاعب وهو اللي بيصنع النجم وهو اللي هو صاحب الفضل الاول والاخير. لو دربه وهو عنده 10 سنين واخد احسن حارس او احسن لاعب في افريقيا وعنده 30 سنه يقول لك انا صاحب الفضل الاول والاخير. والمشكله الاكبر ان هي بتيجي من بعض المدربين اللي هم ما عندهم، انا بتكلم في اطار الكوره، لا ما عندهمش تاريخ، يعني ما عندهمش تاريخ في كره القدم، فبالتالي
هو بيعتقد ان هو بصنع تاريخه من تاريخ الحراس او تاريخ اللاعبين اللي هم بيعملوه، عكس تماما مثلا على سبيل المثال يعني احمد ناجي ما كانش عنده تاريخ ابدا كحارس مرمى، وده مش بقلل من شخصه كانسان، انا بتكلم على التاريخ. فبيعتقد ان هو ممكن يصنع التاريخ من خلال عصام، زي ما احنا شايفين دلوقتي في الوقت الحالي ولا شريف اكرامي في افضل حالاته، انما رغم كده ان هو بيحاول ينسب لنفسه الفضل والتاريخ ان هو اللي بيساند احمد شناوي بيلعب احمد شناوي، ولا شريف اكرامي يستاهل في الوقت الحالي الاخطاء، ولا احمد الشناوي يحتاج المسانده لانه حارس عظيم جدا احمد الشناوي، والشيف اكرامي حارس عظيم. فدي مشكله بتعمل حساسيه كبيره جدا، وفي الاول والاخر يعني نوعيات المدربين دي ما بتواجهش معاه، عكس تماما لو جينا شفنا مثلا مع احترامي الكامل لكابتن احمد سليمان ومش بقلل من قدره ابدا، انما كمدرب من المدربين الاكفاء والنتائج تثبت، صحيح ما حققش تاريخ كحارس مرمى سابق انما حقق تاريخ كمدرب، كان متزن جدا معتدل جدا، ما عندوش مشكله نادي يلعب عبد الواحد يلعب عصام الحضر يلعب، فما بيحابيش حد على حد، ما بيتامرش على حد عشان خاطر يصنع تاريخ نفسه. فالموضوع ممكن احمد ناجي بالنسبه لاسلام صادق كويس كشخص، ممكن انا ما بحكمش حكم مطلق على فكره على الـ على الـ على البني ادم، انا بحكم حكم محدود في علاقه ما بينه وما بينه، يعني انا ما اقدرش افرض على الجميع ان مانويل جوزيه ما كانش مؤدب، او افرض على الجميع ان احمد ناجي كان بيتآمر، زي ما دخل كابتن احمد الطيب وهو شخص عزيز جدا وانا اعتز بيه لما اتكلم وقال ان احمد ناجي كان بيتعامل مع حراس مرمى الجيش القطري بشكل كويس، انا ما عنديش مشكله، انا قلت انا بتكلم بحدد موقف، انا بتكلم على موقف ما بينه وما بينه، وما بتكلمش على شيء مطلق. فهي النقطه كلها يا استاذ اسلام، المشكله ابدا ما كانش نقد النادي الاهلي، بدليل ان انا قعدت 10 سنين ما بتكلمش، انما انا بغير التاريخ بس، بقول التاريخ ان انا لما رحت مش كما يعتقد بعض الناس ان انا عشان انهي حياتي في الاهلي وان انا اخد مكانه، بالعكس انا سعيد جدا وفخور جدا بان انا اشتركت او دخلت النادي الاهلي، وزي ما ده لا يقلل ابدا من فخري وفضل الزمالك عليا ان انا دايما بعتز بيه، انا وقلت قبل كده ان انا لعبت في انديه كثيره جدا، انما في الاول والاخر الاساس هو في الزمالك، صاحب الفضل الاول والاخير بالنسبه لي هو الزمالك، فانما ده انا فخور في مشواري ان انا لعبت الانديه كثيره جدا، بس اساسها كان بالنسبه لي هو نادي الزمالك. فده بعض الناس يقول لك ايه ليه ما اتكلمش؟ ما اتكلمتش ده يتحسب ليا مش عليا على فكره وقتها، لان ما اتكلمتش عشان احتراما لنفسي، احتراما للكيان، احتراما للجماهير، احتراما للاداره، انما انا ما اختصرتش النادي الاهلي بكيانه الكبير ده في مدرب حراس مرمى بيتآمر بشكل غير مباشر وبيعتقد ان هو الحقيقه مش واضحه، الحقيقه واضحه جدا من زمان جدا بالنسبه لي، وان صوره بتطلع غلط عند مانويل جوزيه، بدليل مانويل جوزيه لما اتكلم وقال ما عندوش اي حقائق، ما اتكلمش في اي شيء، لان ما فيش اي شيء يقدر يمسكه عليا انا شخصيا، بل بالعكس ده كان بيحصل فيه استفزازات كثيره جدا من مدرب الحراس وقتها احمد ناجي، انما كنت بتعامل فيها بمنتهى العقل ومنتهى الاحترام لنفسي واحترام للجماهير، فانا بتكلم على شهاده، انا ولا بهاجم نادي ولا بهاجم، فالحقيقه طبعا يعني انا عايز كنت اتمنى مع اشرف ممدوح لما دخل احمد ناجي ان هو ما يستعينش بجوزيه برضه، يعني ما يستعينش بجوزيه ان هو يفهمه وضع عشان يطلع يتكلم ويقول ويهاجم وكذا 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 وكذا. كابتن نادر السيد، انا بشكرك شكرا جزيلا، حضرتك طبعا كان ليك حق الرد وحق الرد مكفول لاي حد للكابتن ناجي لمانويل جوزيه، مره تانية باكد على طبعا مهنيه الكابتن اشرف ممدوح زميلنا في تعامله مع القضيه. قال نادر السيد جمله مهمه جدا ان هو شهد شهاده للتاريخ، بقي حسام البدري ان يشهد شهاده للتاريخ حفاظا على سمعه الكره المصريه، سمعه الكره المصريه لن تتطور، مؤامرة رئاسة لجنة الشباب والرياضة، محاولات من المسؤولين من بعض المسؤولين السابقين في اتحاد الكرة لإبعاد طاهر أبو زيد عضو نجم النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية وعضو مجلس الشعب عن رئاسة لجنة الشباب والرياضة، لأنه يمتلك بعضا من المستندات
اللي قد تفجر مفاجآت خلال الفترة المقبلة، وقد تبعد بعض الشخصيات عن انتخابات اتحاد الكرة وعن المسؤولية الرياضية. فخلونا يوم الحد إن شاء الله هنحكي لكم كل التفاصيل عن صراع رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتفاصيل إن شاء الله. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنروح للحوار الخاص مع نجم مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ويوم الحد نشوفكم بإذن الله، تصبحوا على خير.